مستمرين في المطالبات، مستمرين في الحملة اللي بنيناها على قناتنا مستر مانويل. ومحافظة جديدة النهاردة بتخفض التنسيق 6 درجات. يا رب عقبال كده باقي المحافظات. اشترك، شارك الفيديو ده على كل جروبس والفيسبوك، كمان دوس لايك واكتب تعليقك عشان الفيديو يكبر ومطالباتنا تكبر. وفعل الهاشتاج اللي بدناه من بداية الحملة واللي ساهم في نزول 17 محافظة لغاية دلوقتي، وفي محافظات نزلت مرة واتنين وتلاتة. الهاشتاج ارحم الطلاب والاهالي، التنسيق عالي. اكتب في الكومنت هنا تحت، اكتب الهاشتاج ده وفعله عشان يكبر وينتشر ويوصل صوتنا المسؤولين. تنسيق محافظة، وتكتب اسم المحافظة بتاعتك، لازم ينزل اسوة بباقي المحافظات، وهتكتب المحافظات اللي انا هذكرها لك في الفيديو، فاتبع معايا الفيديو عشان تعرف المحافظات اللي نزلت وتكتبها. عايز محافظة تنزل زي محافظة كذا، زي محافظة كذا، كل المحافظات اللي انا هقولها بالاضافة لمحافظتنا النهاردة اللي هي نزلت. اهالينا مش حمل مصاريف الخدمات ولا الخاص، طبعا لازم تركز على النقطة دي، لان في استغلال لعلو المجموع ده عشان الخدمات ثانوي، خدمات بتاخد بمجموع اجل وبمصاريف. فطبعا الناس بتقول لك اللي مش هيقدر يخش نخش بفلوس، وطبعا ده مش مفروض، لان النقطة الاخيرة اللي هي ايه، التعليم حق للجميع. التعليم حق ليه؟ للجميع. واحنا بمطالباتنا دي نزلنا محافظات، ومحافظتنا النهاردة اللي نزلت هي محافظة القليوبية. محافظة القليوبية ونزلت 6 درجات، نزلت من 251 ل 245. ألف 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 مليون مبروك لكل المطالبات والناس اللي ساعدت معانا. معانا برضو محافظة الشرقية، نزلت من 252 ل 245، والخدمات من 217 ل 215. محافظة الجيزة نزلت من 240 ل 238، وفي مطالبات كتيرة بنزولها لأنها نزلت قليل. نفعل يا جماعة في الفيديو هنا ونكتب تعليقاتنا عشان صوتنا يوصل. محافظة الفيوم نزلت من 258 ل 250 درجة. محافظة بورسعيد نزلت من 255 درجة ل 250 درجة، نزلت 5 درجات. محافظة أسيوط وعليها مطالبات كتيرة، نزلت 5 درجات من 260 ل 255، وبنطالب برضو بنزولها تاني. محافظة جينا نزلت درجات قليلة خالص من 258 ل 255، وبنطالب تاني. محافظة الدقهلية نزلت من 259 درجة إلى 248، نزلت 11 درجة. محافظة القاهرة نزلت 254 ل 244، نزلت 10 درجات. محافظة الوادي الجديد وأكبر محافظة نزلت من 252.5 ل 240، نزلت 12 درجة ونص. محافظة الغربية نزلت من 253 ل 251، ونزلت درجتين، طبعا درجات قليلة، ونطالب تاني. محافظة اسكندرية نزلت من 250 إلى 240 درجة. عندنا كمان محافظة السويس نزلت من 250 ل 238 درجة. أنا بكتب المحافظات اللي أنت هتكتبها في الكومنتات والتعليقات، عايزين محافظتنا تنزل أسوة بدول. 250 ل 245 كفر الشيخ. محافظة دمياط نزلت مرتين ل 255، وبعدين 250، ومن 250 ل 245. كل ده بفضل الهاشتاج اللي احنا اتبنيناه من الاول، ومش بفضل انا بس للامانه، بفضل كل الزملاء الافاضل اللي هم متبنيين الفكره دي. اعلق في الفيديو هنا، شارك الفيديو على كل الجروبس، على في كل على صفحاتك عشان يوصل صوتنا للمسؤولين. كمان انا بشوف تعليقاتكم، يعني انا منتقي بعض التعليقات. يا مستر حق للجميع، محافظة جينا عاوزين صوتنا يوصل، ادي محافظة جينا، انا جايب محافظات كتير. يا مستر محافظة سوهاج، انت مطالبات محافظة سوهاج، يا رب كل المحافظات ينزل، يا رب. انا بحاول اجيب محافظات مختلفة. محافظة اسيوط لازم تنزل 246، محافظة الغربية لازم تنزل. انا عندنا محافظات كتير، عندنا هنا يا رب محافظة القاهرة تنزل، يا رب تنسيق بني سويف ينزل. طبعا لسه تنسيق بني سويف ما نزلش، واحنا منتظرينه، ان شاء الله نعمل له فيديو قريب. محافظة البحيرة، وبصراحة كلنا منطالب بالبحيرة لأن المحافظة عالية جدا جدا، وبرضه معاها محافظة
القاهرة، محافظة البحيرة، محافظة البحيرة. طبعا مطالبات كتيرة يا جماعة على صفحتي هنا وعلى القناة بمحافظة البحيرة. يا مستر أنا جايب 253 تنسيق ينزل في أسيوط، يا رب التنسيق ينزل. هو نزل ونتمنى ينزل تاني. أسيوط أرحم الطلاب والأهالي، التنسيق عالي. يا رب محافظة القاهرة ينزل 239، يا رب محافظة الفيوم. أنا بحاول يا جماعة أجيب كل المحافظات. طبعا في تعليقات كتيرة بس أنا انتقيت بعض التعليقات اللي هي تجمع المحافظات زي القاهرة وبني سويف. على قناتي هنا أنا مستمر في الحملة اللي أنا بديتها في قناة مستر مانول التعليمية، قناة خدمية وتعليمية وبتقدم كورسات لغة إنجليزية ومعلومات مفيدة. اشترك معايا في القناة وتابع التنسيق ونزوله خطوة بخطوة، وتابع كل البرامج التعليمية اللي تخص اللغة الإنجليزية وكل المواد، واشترك وفعل الجرس على كلمة أول عشان يوصلك كل حاجة. بالتوفيق للجميع.